هذا الفيديو هو فيديو عام عن التجارة والمفاصل التجاري. تمام؟ لما نتكلم عن التجارة نحن نتكلم عن منتج أو خدمة. تمام؟ لف حواليك، روح السوق، روح أي مكان، خش أي متجر، في النهاية ما حتحصل إلا خدمة ومنتج. إيش ما كانت نوعها، إيش ما كان انتماءها، إذا كانت لها علاقة بالمواصلات، التجارة التقنية ليس استثناء. في منتجات وفي خدمات. تمام؟ طيب. فلما نتكلم عن منتج، نحن نتكلم عن منتج محلي ومنتج مستورد. المحلي بنت البلد. تمام؟ تحمل ثقافة المجتمع، تحمل طابع ووصمة وخلاصة التجربة، سواء كانت من العملاء ومن الجانب الفني. فالمنتج يطلع متشكل بملاحظات ورغبة وتفاصيل اللي تناسب الزبون المحلي. تمام؟ فالمحلي والمستورد في الجهة الأخرى، المستورد دائما يكون براند ومعروف عالميا وعنده سمعة ثقافية وسمعة اقتصادية عالية، وبالتالي المستورد قد يكون غالي قد يكون رخيص، برضو المحلي برضو يكون غالي أو رخيص، ولكن اللي يفرق في الاثنين هي دائما القيمة المعرفية. القيمة المعرفية ممكن هي أهم الركائز في إنه المنتج يكون ذو قيمة. طيب؟ المحلي دائما قيمة الثقافية مكتسبة. تمام؟ المستورد دائما لازم يعرف عبر الدعاية، لازم يعرف. تمام؟ فالاستثمار في المنتجات المحلية من ناحية تحسينها وإعادة عرضها بشكل أفضل، يعني ممكن هي تكون اقصر طوق، كانك انت تطلع موجه موجوده، ما تعمل موجه، تطلع موجه بس، فشيء موجود انت بس بتاخذه وبتحسن الاداء. بالنسبه للمستورد، فعمليه التعريف وادخاله في يعني ادخاله من سوق لسوق اخر عملية صعبة وقد تكون مكلفة، ولكن في النهاية اللي يحدد ايش هو المنتج المناسب ليك هو في النهاية عامل الربح والخسارة، اللي هو العامل الرئيسي الربح والخسارة. إذا كان المكسب في المحل هو المحلي دائما اغنى ممتاز، اذا كان مكسب في المستورد ممتاز، هذا انت اللي تحدد. نجي للخدمه. الخدمه هي شيء بعد المنتج. تمام؟ دائما الخدمه تكون شيء منتج قائم. تمام؟ الخدمه في منها متوفر وفي منها محدود، وهذا اللي يفرق، اللي يدعم وجود منتج من هذا. تمام؟ فالمنتج الممتاز هو المنتج مش بس اللي يكون مواصفاته ممتازه، لا، لان المنتج عمليه شرائه هي قرار، ولكن الاستفاده منه تمتد لممكن شهور وسنوات. فالخدمه هي اللي تحدد اذا كان المنتج قيمه حقه تستمر او لا. الخدمة قد تكون متوفرة قد تكون محدودة. في ناحية المحلي الخدمة دائما متوفرة، وهذه ميزة من ميزات التعامل أو صياغة المنتج بشكل محلي. ومحدود، المحدود دائما يكون اللي هو المستورد. المستورد يعني
أصعب حاجة ممكن تواجهها في المستوى ده على طول هي إن هو منتج خرج من بيئته وتم عرضه في بيئة أخرى ما فيها أي دعم. وبالتالي محدودية الخدمة للمنتج المستورد قد تكون معيقة، ولكن اللي يحددها هو القيمة السوقية بالنسبة للكي سواء كان المتوفر أو المحلي أو المستورد. القيمة السوقية إيش معناتها؟ لما نجي نقيس القيمة السوقية، القيمة المعرفية هي معرفة المستهلك للمنتج سواء كان من ناحية المنتج نفسه أو من ناحية استخدام المنتج، استخدامه أو استهلاك المنتج. ولكن لما نتكلم عن القيمة السوقية نحن نقول حتى لو قيمة، يعني خلينا نقول اللبان، اللبان هو نشتريه من البقالة نص، اللبان هذا قيمة نص، لكن القيمة السوقية هو كم؟ اضرب شوف احسب كم بقالة، كم بقالة موجودة في كم مدينة وشوف القيمة السوقية هو كم. فقيمة اللبان انت تقول نص، القيمة السوقية حقه ممكن ملايين. تمام؟ فبالتالي إذا كان متوفر، يعني خير، احنا أخذنا مثال لبان، خلينا ناخذ مثال مثلا سيارة. مثلا لو أخذنا سيارة محلية، طبعا هي متوفرة ليش؟ خدمات تكون متوفرة لأنه زي مثلا تريد تسوق سيارة فرنسية في فرنسا أو تسوق سيارة يابانية في اليابان، أغلب المهندسين الموجودين بيعرفوا الهندسة حق السيارة نفسها، متخصصين فيها. تمام؟ ففكرة إنك أنت تحصل ناس بيشتغلوا في قطع غيار السيارة بيشتغلوا في صيانة السيارة كبير جدا. تمام؟ ففي بزنس قائم على المنتج، بزنس قائم، بالتالي السوق منتعش بالمنتج هذا. فمش هو السؤال مش بكم السيارة، يعني السيارة ممكن تكون ب 35 40 ممكن 150 60 تمام 160 ألف، ولكن القيمة السوقية للسيارة معناته كم سيارة موجودة في الشارع. يعني الآن أنت يعني تم بيعها مثلا في السنة الفلانية، أو كم سيارة من الشركة هذه موجودة في السوق حاليا. فلما تقيس القيمة السوقية هذه هي اللي تعطي الفني انه يختار، يقول لك لا انا والله اشتغل في التويوتا ولا اشتغل بالفرنسي. لو انا في فرنسا اشتغل بالفرنسي، يعني كل السيارات اغلبها فرنسيه، يعني لو كنت في بلد فيه كل السيارات او الغالب، يعني غالب الناس بيشتغلوا تويوتا، ما اظن اشتغل في التويوتا احسن لي، لانه ده تيار من المستهلكين، لازم اكون مستفيد منه وان كانت الاسعار الصيانه والقطع اقل، ولكن امكانيه ان يكون في عندي عملاء ماشيه كثير. تمام؟ طيب في الجانب التقني كيف ممكن نتكلم عن الموضوع هذا؟ نتكلم عن الموضوع هذا انه القيمه المعرفيه للمنتج سواء كان محلي او مستورد هي يعني المنتج بتفاصيله بتصميمه بكل حاجه، محليا منتج او كان مستورد من برا يفرق كثير، لانه المبرمجين اللي كانوا سووه هنا حيكون معلم ناس زيهم، حيكون في عملاء كثيرين اشتغلوه، حيكون سعره برضه متناسق مع السوق، كل شيء يتشكل فيه في المنتج هو يتشكل محليا. فبالتالي القيمه حقه ايش؟ محليا وقيمه معرفيه اعلى. بالتالي متوفر الدعم، متوفر الناس اللي تشتغل نفس اللغه، نفس الآلية في التطوير، نفس يعني الناس بتعلم بعض، وبالتالي كل التقنيات اللي ساهمت في تأسيس المنتج هذا متوفر من ناحية الفنيين، من ناحية الناس اللي بيشتغلوا فيها، من ناحية المستخدمين، من ناحية خبرة الاستخدام وخبرة الاستهلاك موجودة. خلينا نتكلم عن برنامج بسيط اللي هو المحاسبة. لو في برنامج محاسبة محلي، برنامج المحاسبة هذا تلاقيه مثلا في ممكن شريحة كبيرة من المحاسبين يستخدموه ويعرفوا يستخدموه وعارفين طريقته وعارفين خلاص، فتلاقيه لو خرج من المؤسسة ودخل على مؤسسة ثانية
إذا بيستخدم نفس البرنامج المحاسب بالتالي ما حيتعلم مرة ثانية. هذا خلق نوع عنده نوع من الاستقرار. نفس الشخص لو نتكلم عن مجال ثاني كان شغال مثلا دليفري في شركة وكان راكب السيارة مثلا تويوتا راح لشركة ثانية دليفري السيارة هي ما راح في شيء يتغير عليه يركز في الشغل بس. لما تبغى تقيس طبعا إذا الفني أو الشخص اللي بيعمل بيركز على تفاصيل الأدوات اللي بيشتغل بيها وكيفية استخدامها هذا بياخذ النقطة في العمل. زي لما تيجي تقول مثلا شخص رياضي تمام كان يلعب كورة وتقول له ألعب سلة هو النشاط واحد رياضة لكن السنين اللي جلس فيها في الرياضة هي رياضة لكن رياضة مختلفة مو معناته إن النشاط نفسه يكون لا الكيفية حقت اللعب في جانب الخبرة أو خلاص هو وصل لمرحلة إنه حتى لما يعني يلعب بدون تفكير نفس أي موظف الآن لما يكون شغال على برنامج يكون شغال عليه بدون ما حتى يطوف في الشاشة. فهذه هي القيمة يعني الفاعلية حق المنتج يكون أو فعالية المنتج لما تكون أداؤه عالي معناته هو خلاص ينسجم مع الحل الموجود. تمام هذه كلها تنحط في الاعتبار. فبالتالي نحن نتكلم عن منتج تمام نتكلم عن خدمة. المنتج نتيجة يعني بعد ما المنتج يكون موجود الخدمة تكون أساسية والربح والخساره هو اللي يحدد يعني في النهايه السوق ما في واحد انت اللي بتشوف اذا كان هذه العمليه ناجحه او خسرانه بس هذه كل سوق تقريبا بتستدل بالشكل هذا واللي ياكل في السوق دائما اللي هو القيمه المعرفيه والقيمه السوقيه هي اللي ممكن تاثر في عمليه المنتج أو الخدمة تكون رائجة أو لا. طبعاً أكيد على حسب برضو الفئة المسلمة.